يو دراري السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم راب ان ذا كار. في هذه الحلقة هذه معنا ستور رابر اللي غني على التعريف، اللي كان مومبر ديال السيبيكات جينغ ودابا ولا مومبر تاع واحد الفرقة اللي غتكتشفوها معنا اليوم. خليكم معنا على ستريت ارت. السلام عليكم اخويا ستور. عليكم السلام. كي داير؟ لاباس عليك؟ اخبارك اخويا؟ انت اللي خبرتي بصراحه. وهي صراحه انا خبرت، ولكن انت خبرتي بزاف. راه شي عام دابا تقريبا ما لحقتيش شي حاجه جديده حتى لهاد السيمانه اللي دازت. خويا راه كتكون باغي تخدم ولكن ما كاينش ديما العراقيل ياك. واخا نبداو باول سؤال، شكون هو ستور؟ حيت بزاف تاع لا نوفيل جينيراسيون اللي تزادوا للراب هذا ما كيعرفوش شكون هو ستور. 30 عام ودم ديالنا قديمه، لك نرابي فواحد الوقيته شويه هكذا، هادي الدراري تيعرفونا باشو تخدم موسيقى ديالي بحال اي ارتيست في البلاد. عزيز عليا نشوف دراري زوينين تيقصروا العيبات كذا. انا من المحبين ديال الموف و الدراري جداد القدام. لكل انت من الدراري القدام في الراب ياك؟ انا من الدراري اللي شويه قدام شويه. وتا مؤخرا عاد درتي واحد البوز مع سيبيكات ياك؟ نو بحال شي ناينا باز خدولي. فاش دخلتي مع السيبيكات يعني ولاو كيعرفوك الناس اكثر؟ عادي تقدر تكون وليتي ميدياتيزيك بالعربيه. تقدر دابا انت تقول هاد الهضره ولا واحد اخر فهمتي ولا؟ لا انا كنعرفك انا مش حال هادي الناس. لا انا عادي هادي تقدر سواء يقدر يطيح اي واحد يقدر هادشي يقدر اللي نورمالمون غيبان البنادم واش فهمتي. الا ما شقيتيش على شي حاجه راه ما غاديش توصل لها. لا بيان سيو راه ما تنقولش لك انك زعما حتى دخلتي مع السيبيكات عاد بنتي حيت هو اللي بينك. لا هكاك ماشي. حيت كون ما كانش عندك انت اصلا راه واخا تدخل مع شي فرقه في امريكان راه ما غاتبانش. ما غاتبانش فوالا راه كتعطي يعني دراعك هو اللي كيبين. راه في السيبيكات كانوا دي بومبر بزاف فهمتي، وكانوا كياخذوا واحد البوست اللي كبير وراه ما داروا حتى شي لعبه واش فهمتي. ومع احتراماتي ليهم كاملين ماشي على الخضره. المهم كاين خلاف شي لعيبه وصافي، ما تسمح لي اي واحد انا كنهضر. واه انت خرجتي من السيبيكات ما بقيتيش مومبر ديال السيبيكات شي عام دابا تقريبا ياك؟ لا ماشي ما كاملاش عام. ما كاملاش عام ولكن داكشي بقى في الخفاء يعني تقليل الناس اللي عارفين اللي عارفوا الموقع. سليم كاين صداع في لي كوليس. انا ديما كنحاول ندرك هذا الشيء. علاش انا نقول لك علاش تندرك هذا الشيء وما كنبغيش كاع نخرجوا على ودي زكريا؟ حيت انا كنعرف زكريا بوحد. شكون هضر معاك النهار الاول؟ انا كنعرف زكريا هو اللي كنت كنمشي عنده كنريح معاه. تشديت خرجت لقيت بزاف ديال البشر سيبيكات تخلط عليا الدق فهمتي. وليت كنلقى شي وحدين انا تنعرفهم فهمتي، تنمشي ما ولاو شي تقادوا معايا بالعربيه شي وحدين ما بينو بينهم الخير والاحسان واش فهمتي. بغيت نوصل لك ولا بنادم باغي طايف معايا ولا تويشياش وانا كنقول لا زكريا كاين تما ما خصنيش بقى ندير مشاكل. قلبت ست ساعات ديما كنبقى مسمحوا في هذيك اللعبه وهاد التويشيه ولا بنادم شي يستغلها فهمتي باش كيدير كوارث اخرين فهمتي. وانا صافي وانا نقول لك كان شي شيء يجي من جروب ميوزيكال موسيقى فراني ونشوفوا شنو هو. كانوا كيجيوكم مشاكل من لي مومبر ديال السيبيكات؟ لي مومبر ديال السيبيكات حيت انا ما لقيتش لي مومبر اللي كيرابي ولا لي مومبر اللي كيرابي. ماشي عنده رود كل مره نقول لي فلان دار لي دار لي فهمتي. ترى هو راه بصار عنده العيبات. انا كنقدر اي واحد ولكن انا راه خصني نحس به فهمتي. خصني نعرف ستار مالو واش خلاه يدوي ويتكلم بحال هكا عايش هذا. ما راه تعرفني اخويا سليم انا ربما كيفاش داير. راه كندخل سوق راسي انا ما كنجبد حد ما فهمتي، ولكن لا عيق عليا شي واحد راه تنخرج لي فاس واش فهمتي. انا ما عنديش مع هذيك هذا الشيء. انايا جا من مورا واحد الكوكبه طائفه ضغوطات وتزيتي دابا انت انفجرتي العراقيل صافي مابقاش باغي نهضر وليت باغي فهمتي صافي فهمتي. بقى بحال جات وقيت الحساب ما كاينش لا هذه لا هذه حيت بحال شي كاس بقيتي كتعمر فيه كتعمر فيه راه غادي يفيض اخويا سليم من الاخر. هذا الشيء اللي كاين. خرجتي الاو بي ديالك ياك؟ حاليا كاينه في البلاتفورم ديجيتال ما عدا يوتيوب. كاينه في اورسيجيل على باش على حساب ستريم حيت انا عارف سليم ما كنتش كنستريمي ما كنتش كدير حتى شي لعبه كنت نلعب الدراري في يوتيوب ولا ايباد. دابا وليت دابا كتلوح في البلاتفورم. ديش كنلوح دابا في البلاتفورم بعد ما كدرت واحد السينيور شهور مع ليف ديستريبيسيون. درتيها وانت مع سي بي 4 ولا درتيها حتى خرجتي؟ درتها وانا مع سي بي 4 كاين ديك الساعه انا كنت فري كنمانجي راسي اخويا ساري في اي لعبه ما كان. ولكن كانوا شي يعاونوكم في التسجيل؟ صراحه الله شوف باش نقول لك شكون اللي مد لي العون في هذيك ليكيب كامله باش نكونوا فاهمين من هذا الشيء. حنا اللي كيقول لك نكار الخير راه ماشي راجل، حنا راه رجال وكبري مع رجال الحمد لله. انا تنعرف زكريا وحجي. حجي هو اش برود اللي خرج لي الرولو هو اللي مصايب لي زوالي فهمتي. عاد حجي كونتاكت بار مور فهمتي. حجي سمع التراك ديال الرولو قال لي ستور كذا كذا هادي هادي هادي
يعني خدم معاك في الكليب خدم معايا في الكليب خدم معايا في العيباش بقيت مع حجي فهمتي 20 كنقداو العيباش مع بعضياتنا المهم راه شي توقف على شي في العيباش بيناتكم حنايا كله واش كيدير هادي راه انا راه انا راه ما دير معايا حاجه زوينه راه غادي ندير معاك بزاف د الحوايج زوينين واش فهمتيني هادي الرجوله هادي هي هكا غادا الوقت اخويا سالي صافي وما بقيتيش مع السيبيكا دابا انت زكريا دابا واخد واحد المنظور دابا راه كيتصحاب واش الغنش راه باقي كيف خلاه قبل ما يمشي واش فهمتيني قدر كنقول الله يحسن العوام لان المشاكل كدا هادي فهمتي ما عرفتش شنو هو كاين دابا في المغرب يعني مابقاش وسط منكم كيشوف هذاك باش يشوف مابقاش كتجمعوا هادي تيسمع ماشي هو اللي تيشوف عايش كون كان كيشوف ربما نقدر نقول لك كره بقى كاع بوحدو خلى في سيبيكات يقول لك انا بقى راسي وبخير فهمتي ولا هاد المشاكل ديال والو فهمتي وكاينش لعيبات ما خصهاش تدو في هذاك الشيء يبقى ريسبيك ديال الجروب يدوزنا خلو داك الشيء واخا زوين واخا انا ما كان فراسي شي حاجه في هاد النزاعات هادو اللي طالبيناتكم حتى شفت واحد الفيديو ديال مورا مؤخرا خرج واحد الاستوري وهدر وقال لكم كوجعتو بديتو كتاكلوا بعضياتكم لحم خوك عاد وانا كنكتب حتى داك الفيديو وانا نقول لهم شو على من كيهضر مورا بزاف تاع الناس كتبوا لي ستور 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 واش نتايا عندك شي مشكل دابا شخصي حاليا مع مورا انا خويا ماشي نقول لك بين قوسين غنهضر على العالم كامل ما نهضرش على مورا انا اي واحد عنده معايا مشكل غيكون غنكون عندي معاه انا مشكل اولا حيت ما عطيتش حد يدي على حتى شي واحد المهم يعني واش دابا انت اللي كتشم بصوت في هذاك الفيديو ورا خويا كيولي تخلط الدق ملي كيولي تخلط الدق والمواسبور ماشي تبقى فيها حتى شي لعبه انا في حياتي كامله خويا سالم ملي كنبغي ندير شي حاجه راه كنقصد هذاك خونا يدير معايا هذيك الحاجه كنسميه تمشي كنصيفط كنقول له هاد العيبه راه عليك انت وهذه راه معاك انت وهذه ديالك انت باش حتى شي واحد في الرجال ما يتخلط عليه الدق فهمتك فهمتي ملي غيجيو فحال هكا واخا اوكي ماشي معايا كلشي شي انت سولتي انت سولتي واش يقول لك ماشي معاك والاخر انت تقول له ماشي قال لك مورا ملي سولتي قلت له على من داك الشيء اللي كتجبد انا ما دويتش معاه انا ما كذبش عليك حيت داك الشيء جا في واحد العافيه اللي كانت شاعله بين الهضره اللي من غتكون غاده واش فهمتي دابا واش دابا انت واش حسيتي براسك بزاف الناس كيكتبوا ستور 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 انا غنعاود لك باش حسيتي براسك مقصود حسيت براسي مقصود حسيت براسي في داك الشيء باش نجيك نيسا باش تخلط هذه هي باش خايبه ما تقصدش بنادم فاس واش فهمتش نورمالمون هذه هي باش هو ضرب واحد لافاسون لي جينيرال ما تعرفش على من الدار راه باينه راه الشيء لو كان بنادم مود الوقت ودار شويه راه غتنوض تخلط الدق راه غينوض كاع اللي فهمتش راه يقول كيفاش واش فهمتش انا نقول لك راه واحد 90% هذا تقول لي ماشي معاك هذا ماشي معاك مع خونا قلنا مع من كتهضر الله يرحم لك الوالدين باش حنا حيت ترطاري المشاكل راه كاينين مشاكل ماشي ما يجيش باش انا كنت مربي يديك وسمعت هاد الهضره العيب والعار الا دويش لا راه الله يد كاين مشكل انا مناقر مع الديمون نهض له واحد ستوري انا صافي بعث هاد الدراري عطيتي الساعه صافي خلوني في الثقه نهض له ستوري نهض ستوري كتقول لهم كون ما كان سي بي كات كون ما كانوش واحد جوج جروبات ولا مع ثلاثه كيموتوا بالشر دابا ولا حتى دابا تاش وصلنا زعما المشاكل باش وصل لنا شكون هما هاد الجروب اللي بانوا من سي بي كات حتى ما عرفتش دابا انا اللي خرجت من تيم ودير تيم ديال اصلا ملي خرجت كنقول سي بي كات بوسبير معايا في 10 اني كالا بوسبير انا فهمتش من كنتامي مدينه قديمه هذا الجروب الاول اللي خرج من سي بي كات ياك كاين شي جروب اخر خرج من سي بي كات كاين يونغ زو في كازا كارتيل كاينين صافي حنا راه جوج لي مومبر خارجين واللي يعني كاين جوج جروبات كاين جوج جروبات اللي خارجين من السيبيكات يعني ديمون انت قصدكم نيشان صافي قصدنا نيشان مشيت قصدت نيشان انا هضرتي معاه قلتي واش علينا حنايا داك الشيء فوالا ما جيتش هضرت معاه جيت حيت عرفتو على من دو حيت انا ديجا كنسمع التشاش فهمتي وانا كنقول لا صافي عيد بنادم ما غاديش يخورني ما غايزنيش العصا صافي حيد مشيت معاه حيت بنادم باغي يتفرج واش فهمتي بغيت نوصل لك اخويا سالم بنادم باغي يتفرج انا ماشي روبو جات هاد اللعيبه هادي اكدات لي داكشي كامل اللي كنسمع عرفت كنت راسي فريمون راه مغلغل راك هاز في قلبك ماشي حاجه انا ما عارفش ما على باليش بك انا اصلا شنو سبب المشكل اللي عنده معاك هو ما عارفش انا والله ما عرفتش قال لي يقدر يكون حاقد عليا ماشي حاجه انا ما عارفهاش دابا انت خرجتي دابا انت من السيبيكا شكون هما لي مومر اللي باقيين دابا حاليا في السيبيكا ما كذبش عليك راه تنعرف ناس لاباي في السيبيكا كنحتارم شي وحدين الدراري لا ما كاينينش كاع في البلاد كاين شي وحدين في البلاد الناس اللي باقيين كيرابيو خويا راه ما عرفتش ما تكعرف مورو دابا حاليا كي مورو ديمون تا هو السيبيكا مورو صافي ولا فهمت ديمون تا هو السيبيكا ما حتى دابا فهمتي انا بقيت فاهم والو انا تفرجت كاعت القضيه خويا انا صافي جيت بي انا على كل شيء اي حاجه انا بعدت اخويا سالي بقيت انا بعدت واخا دابا انت قلتي في كالابوسبير ياك التيم ديالك جديد دابا سميتو كالابوسبير عاد ماشي التيم جديد التيم هذه اصلا عندها تاريخ في مدينه قديمه فهمتي هذه التيم كان معايا في السامورا ملي كنا باقيين صغار فهمتي وكبرنا الحمد لله وباقي هذاك الشيء كنديرو غير عايش وحنا كنتجمعوا
فهمتي كان نفس لي مون برا هما اللي كاينين واللي بقاش غادي راه شي كبروا دابا راه مغرب على برا فما فما شكون هما تقريبا كاينين اللي كاينين دابا الناس اللي كيرابيو حاليا في كالابوسبير كاين انا سامورا روبلا لاكيس خونا الكبير لاكيس راه سابي كاتو كالابوسبير فهمتي حنا ما عندناش ما مشاكل ولا شي لعيبه دابا هو سابي كاتو كالابوسبير كالابوسبير ضرب هما راه ما بغاش فهمتي لاكيس راه في المدينه قديمه حيث المدينه قديمه لاكيس دابا بقى نوتخ محايد مع مورو لاكيس ماشي محايد لاكيس ماشي مام خليه هو بعيد ما عندوش داك الشيء بعيد لاكيس شي واحد ماشي مشكل لاكيس اصلا خالي صافي ضرب هذاك العام الطنك هذيك خالي صافي ما خاصوش تبرزيط الكر بلاش بلاش كيفاش خالي واش هو خالك هو لا خالي حنا بحب واحترام حيت هو كاخو خالي كندلعوا زازي طون طون تحيه طون لاكيس تحيه وراه مريض خليه يشوف الدار الله يجيب لك الشيف واخا عيرتي نهار مشيتي عند جلوطه ولا كيهاني لاكيس صافي شي نوض ديال بصح حتى هو شي نوض ديال بصح ما عندوش مع داك التمثيل والكومبين ما كيعرفوش واش دابا انت هو مورو ديال كالابوسبير انا ماشي مورو انا ستار ديال كالابوسبير انت ستار ديال كالابوسبير انت دابا هو الليدر ديال داك الجروب باشي انا فهمتي ما كنجيري حتى شي واحد كلشي كيدير اللي كي ولكن كتعاون الدراري ولكن كاين واحد القوانين ما خاصكش تجبد بنادم حنا جايين على الخدمه جايين باش نرابيو ما جايين على شي حاجه اخرى يعني كتعاون الدراري بيناتكم باين هذيك عسيري راه كنجيو فهمتي كنموش مع اي واحد بغاني فشي لعيبه كيلقاني واش فهمتي واخ يعني دابا ستور ما بقاش مع سيبيكا قدر كيفاش تقدر واش ما بقايش مع سيبيكا من انت دابا جاتك بيزار شي شويه لا راه ما دخلش ليا الراس انا ما عرفتش علاش نقولك علاش حيت هاد اللعيبه ما خرجاتش للميديا كيعبقات سريه ضروري من ستريت ارت خاصها دير لها فهمتيني حنايا حنا دابا الميساج ديالنا هو اننا نوصلوا للبوبليك لي زانفورماسيون كاملين حاليا ستور ما بقاش مع سيبيكا ديفينيتيفمون ياك كدرا باقى الرجوله راه باقى فينا حنا فهمتي فهمتك لا بويسونس نقدر نقولوا باللي ستور هرب من المشاكل مثلا هذه هربتي من المشاكل ما خرجش من سيبيكا ما بغيتيش دابا انت المشاكل صافي سيري اش غنبقى مشاكل سيف دوليا زاد اوكي شنو هو الجديد ديالك حاليا ان شاء الله خويا راه غادي نكمل راه نحط الكليب ديال الرولو فوليوم 3 الرولو بزاف الناس كيسحابوك كتهضر على راسك فيه هذا الرولو فيرسون 3 لا خويا سليم هذه فكره مغلوطه الرولو الدراري فوليوم 3 هذاك الشيء فاش كنت ندوز في هذاك العام ونص ضربت في حياتي حتى انا الدراري ما ضاربش الحبس وما عنديش ما الحبس غير ضارب هذاك الموتيف اخويا سالم باش بدا ما يقول ستور راه مخدر كذا هذه لا هذاك الشيء اللي فاش رايح انا كنت نضرب في هذاك العام ونص ذاك المناتيف كامل اللي كنت كنسمع واللعيبات ديال العشراني اللي تيدخلوا الدراري كذا هذه اللي تنسمعوا حتى كعارف الحبس كيدير شتيه انت حاولت نجسد منه واحد اللعيبه باش عرف بنادم شنو هو كاين وشنو هي لافان ديال ذاك الشيء وراه بكلتي الحالتين الرولو راه ما كيساليش زوين باش نكونوا فاهمين اي تراك ديال الرولو خرجوا راه ما كيسالي الزوان هذه اللي بغيت البيبليك خاصو يفهمها انا باش الناس يعرفوا دابا انت كتهضر على التهم يعني على هضرنا على الحبس المره الاولى هذا ماشي في الحبس هذا دوينا على الشيء اللي في السيفي اللي يقدر يوقع لاي واحد واش فهمتيني اش بغيت نوصل لك طونطون ما داني شي سونيك صافي يعني هذا الشيء يعني داك الشيء حطيتيه انت غير واقع من الواقع اللي كيعيشوا بزاف ولكن راه هي فرارارا فهمتي ايماجين فهمتي خيالي اش فهمتي شويه ولكن راه ملقطه شي شويه من كذا وكذا 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 وحطيت هذيك ستوري لا مزيان فهمتي واش هي مكتوبه لداخل هذاك الشيء علاش سميتها الرولو واش كاتب بزاف لداخل كاتب ستور على ستور ستور اخويا راه داك شكرا لك اخويا على الحضور ديالك معنا وحتى انا خوت كتسالي الحلقه ديالنا ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده مع رابر اخر ديما وي ار سويتش ارت وادخون اللي اللور راه خالعني راه طرات لي شي حاجه سامورا راه طرات لي شي حاجه عارف راه هو الدري انا قلت لكم الله يعاون